متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها دائما كما عودناكم بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لأجواء المملكة، التي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة من تواجد هام لأي غيوم خلال ساعات نهار ومساء هذا اليوم، ولكن بدء توافد كميات من السحب والغيوم المرافقة للحالة المطرية المقبلة على المملكة بدءا من المناطق الشمالية الغربية من المملكة. خرائط توقعات الهطولات المطرية المعالجة حاسوبيا تشير إلى بدء تأثر المناطق والأجزاء الشمالية الغربية بتقدم بطيء لجبهة هوائية باردة تبدأ من شمال غرب المملكة وتمتد إلى مناطق مختلفة خلال 48 ساعة المقبلة. هذا التسلسل الزمني للأمطار يتوقع أن يبدأ مع ساعات هذه الليلة منتصف هذه الليلة وما بعد منتصف هذه الليلة، هطول للأمطار فوق مناطق مرتفعات تبوك والمناطق المطلة من تبوك على خليج العقبة مثل حقل، وتمتد إلى منطقة الوجه وأيضا المناطق الساحلية من تبوك المطلة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود بعض فرص الأمطار بالقرب من مدينة تبوك وبعض الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. يتواصل تقدم هذا الحزام من السحب الممطرة مع ساعات صباح يوم غد ليشمل مناطق من الجوف الحدود الشمالية وصولا إلى أيضا المناطق الساحلية من المدينة المنورة، وربما تبدأ تخريجات بحرية بالتأثير أيضا على ينبع وهذه المناطق، وتتقدم المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم غد لتشمل أجزاء مختلفة من المدينة المنورة بما فيها المناطق الساحلية منها بما فيها ينبع. بعض الأمطار تمتد شمالا باتجاه سكاكا، عرعر، الحدود الشمالية، أجزاء من رفحاء وأيضا ربما أجزاء من حائل بمشيئة الله تعالى. بعض التخرجات البحرية يمكن ملاحظتها بالقرب من مدينة جدة، ربما تؤدي لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار في مناطق مجاورة. مع دخولنا في ساعات تقريبا بعد ظهر يوم الثلاثاء، تتركز هذه الأمطار الرعدية على أجزاء واسعة من حائل ورفحاء والحدود الشمالية، وتكون بعض الأمطار واردة في مناطق المدينة المنورة والساحلية. أما مع ساعات مساء يوم الثلاثاء وتقريبا مع ساعات يعني اقتراب منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء، تمتد هذه الأمطار لتشمل الأجزاء الشمالية من القصيم وتقترب من حفر الباطن، وتتهيأ الفرص تدريجيا بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء لأن تشهد أيضا مدينة جدة بعض التخرجات البحرية الممطرة بمشيئة الله تعالى، وتستمر هذه الفرصة موجودة معنا خلال ساعات صباح يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى على مدينة جدة، لتتمثل بتخرجات بحرية قد تكون أحيانا ممطرة بشكل غزير ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة ومختلفة ومتفاوتة من منطقة إلى الأخرى. جميع فرص الأمطار خلال تقريبا 36 ساعة القادمة في المملكة هي على شكل زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة مع البرد وتسبق أحيانا بنشاط في سرعة الرياح. توقعات الهطولات المطرية تشير لاحقا إلى أن هذه الجبهة الهوائية الباردة تعمل على امتداد فرص الأمطار أكثر إلى السواحل الجنوبية، كذلك إلى وصولها إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة بما فيها منطقة حفر الباطن وأيضا أجزاء من القصيم بمشيئة الله تعالى نهار يوم الأربعاء. كما تلاحظون هذا هو الحزام من الأمطار المتوقع بمشيئة الله تعالى في المملكة. لكن بالعودة إلى الأحوال الجوية، هذه ليلة في العاصمة الرياض أجواء تكون يعني غالبا صافية، درجة حرارة صهر 11 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء باردة بوجه عام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا وحالة الطقس في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من سكاكا من 22-8 مع أمطار رعدية محتملة، في عرعر كذلك أمر من 23-7، وفي تبوك من 22-6 درجات. نلاحظ برودة درجات الحرارة في ساعات الليل بشكل واضح مع عبور الجبهة الهوائية الباردة. المناطق الغربية في جدة من 34-22 مع أجواء مستقرة عموما في ساعات النهار، أتربة مثارة في المدينة المنورة من 29-18 مع أمطار رعدية على السواحل، في مكة المكرمة من 33-22 وفي الطائف من 23-11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء مستقرة عموما في أبها 21-10 درجات، في الباحة 19-12 وفي جازان من 29-26 درجة مئوية في ساعات الليل. في الإحساء في شرق المملكة من 23-12 درجة مئوية، في الدمام من 24-16 وفي حفر الباطن من 22 درجة مئوية في ساعات النهار، تهبط الصغرى إلى 14 درجة مئوية. نختم في المناطق الوسطى في الرياض من 23-11 درجة مئوية، أجواء مستقرة في بريدة في القصيم عموما من 25-13 درجة مئوية، أما في حائل فتكون من 25 درجة مئوية في ساعات النهار لكنها تنخفض في ساعات الليل إلى 10 درجات مئوية، وأتربة مثارة بمشيئة الله تعالى بشكل عام، مع طبعا كما ذكرنا فرص للأمطار الرعدية خلال ساعات ما بعد
الظهور بشكل واضح. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض: استقرار عام على الأجواء، تقريبا درجة حرارة ما بين 23 إلى 24 في ساعات النهار، ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية في ساعات الليل. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو حتى زيارتنا على موقع طقس العرب arabiaweather.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.